بهنا حضرتك بالايفنت دوت، وحضرتك صرحتي من 4 ايام او 3 ايام بان في مفاجآت لحمل الكم الجميله. ممكن نعرف النهارده ايه المفاجأة اللي موجوده؟ والله النهارده بيشرفنا اللواء حمدي بخيت والاستاذه جيهان مديح بأمر الشعب، حمد بأمر الشعب، عملنا تحالف مع بعض. وعندنا مفاجآت بقى تانية، ان الاستمارات هتتسلم لنا دلوقتي على الهواء قدام العالم كله، هيشوفوا الاستمارات وهي بتتسلم لحمل الكم الجميلك عشان يبقى في مصداقية قدام الشعب بالنسبة للاستمارات. حضرتك ايه تخطيط حضرتك لحركة 25 يناير اللي جاية للترشح؟ 25 يناير انا مش عايزه اتكلم عليها دلوقتي، احنا عاملين مفاجآت جامده جدا 25 يناير، وان شاء الله انتوا اكيد هتبقوا معانا وهتشوفوا المفاجآت اللي احنا عاملينها 25 يناير، بس مش عايزه اصرح بحاجه دلوقتي خالص. الدستور المصري تقريبا طلعت النتائج المبدئيه بتاعته طبعا، ده مبروك علينا كلنا ومبروك على مصر. احنا كان عندنا عرس، مصر كانت بتتزف 14 و15، طبعا مبروك علينا كلنا ومبروك على الشعب المصري كله، وفرحه فظيعه ان احنا يطلع نسبه الدستور تقريبا 96-97%، دي حاجه مشرفه جدا قدام العالم تقريبا كل طبعا طبعا. وعايزه اقول لك كمان ان مفيش اي دوله في العالم حتى الدول المتقدمه النسبه دي كلها بتروح للاستفتاء، محدش بيروح. فالشعب المصري بيثبت جدارته يوم عن يوم، وبيثبت ان هو شعب قوي وارادته قويه، وان شاء الله اللي جاي احسن ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي حضرتك يا استاذه مها، وبالتوفيق ان شاء الله. ميرسي ميرسي جدا.